يرسان إذن لو ذاقي وهي بين لو حال إنن مقان إنن موطن بو مرقات كدكتا قرمو أو صوديق علي يري شلايبان أمالينيا وحو صوقاتي عبد القادر محمد نور جامع أو لفردية ماركيس مسؤول تركيا وحو صوقري عبد القادر أوليهي وحان مانت مقالة أنكرا إيه دالك تركيك كولان مردال أه كولا قاتي مداني ماركيس جفدات الميس أو أه مدح وين كحيجين كدالك وأن ولا لها نهاية الجمهورية التركية وحان كوضا هادلناي حريرك وناكسان إيه لبادة دل إيه أمنيك قبلك تركيا إيه صوماليا وحاكد حي حرير ولا لما أو تاريخي أه كاسو اسكو بدلي ميت استراتيجي أه سيداسو صوقري سوركي مدح وين كحيجين كتركي غنو صوصاري نينك ليلة عبد القادر محمد نور جامع ووسيرك وسائر الدقاشان نيكا صوماليا لكن علي را علي قرمو محو وصوقاتي محو قرمو كو صوقري وحو يري في بيج كيسي إله بان إذن كل دار شي وحان آيغا وحو نو شيغا يا إنو قلي كلان دولديد أو إنو قلي ماركيسي كلان دولديد أو أوفيشال أه أو دحمري لبدا دولدود سفارد دي متليسي لما صعطو عالان كي دل كينو قوبتو كما موغدو مرك محام كو شيغا ريغا وي بلابي دونان سو كمدين وي كو بلابي دونان مالما سو آدن ماركيسي نيكالي يرادو عبد القادر محمد نور جامع وي كو بلابي دونان كو داني وا اهي كو بلابي دونان هدابا ولا ليال هذا الكيني ما صوبحي مسمى صوبحين بالآن ماركيسي معني دابا قل دير كو سمينو ما صوبحي وركيني مسمى صوبحين هدا هدا متى مسمان ولا ليال وانو وركان ايدي شاك ويكوب معلمه سواء ادن ايوغو عاي عاي واد اركي دونتا واي محو سير رعصة دي مرك اله بان ويكو داري ني وحيو افشلا لحمر سفارة دي نما تليس لما سعوتو عالان كي دل كينو قوبتا ميال قف كولان كشخصي كلا كموه ليو قالين ايو ورقات لما هيستو سيدة تركيغا حوغهين لما وطو واي بلو وحان محانو كتل ماننا او ان كاهين جادوس حق سندات كي قدبنا هي أولي بقى إنه النجا يعني إنه النجا نلوى ذاقو وبرهري أو أن كأهين ك وعي حسن شيخ محمود ما برتقاله وطع نكلا يرادو فقي ما برتقاله وطع فقي مركو فقي جاجوس ماهن يعني كواس ودادو ناكسن أدواء هي أدواء جماركيس حسن شيخ محمود أجورة وسير كريمة جدها وها marka horaan kugu sheegay aniga waxaan ku dhahay markayse macnihi ee jaamac de markayse macnihi waa nin demul jidid la shaqeeysta ama dal jira balse laakiin isrixriixa maashu gaarsiisan qabyaalada Soomaarida way qodobkaas isaga ah waxaan rabaa inaan ka gudubno nimay dhahan buqari yare oo ah bleyska kismaayo ahmed madobe jagad uu ka qaaday wuxuu u dhiibay nin cusub oo u dhiibtay maxuu uga qaaday maxay yeleey mees waa la soo galay waa soo galay meesha goobta la yibaneeyo waa soo galay goobta la yibaneeyo sidii gariirkii ayaan ku gableysaa way buqari yeleey meesha waa laga qaaday laakiin maxaa dhacay waxaa dhacay nin la yiraado markayse gabose إلياس قبوسة نما يدهان وانينك السنتر ككو متلا أحمد مدوبي فيري حمسة عبد بره هدو كو متلو حلدبان كجفضة أحمد مدوبي هدو كو متلو بارلمان كقراها شعب كهوسة إلان حمسة وحلدبان صومان سيدو كالي قبوسة وحاوي السنتر ككو متلا أقل كسرو كو متلا وحي دورتين مدحويني iyey madaxweyne ku xigeeno ayay doorteen oo jubbalana soo maareeyay fowdada meshay taagan tahay xasan sheekh maxmuud iyo xamsan waxay ku heshiyeen xalay in xasan uu ka shaqeeyo dhanka kenya iyo dibadda la dagaalanka ahmed madobe iyo maamulkiisa halka xamsa abdi barana loo xil saaray wixii gudaha dagaal ah fadqalada ah markayse macnaheedu dil qaraxya ah إن ماركيس فوليو حمسة عبد البرّي. مارك هرت الشقة السيدة سيقيب صدّين حمسة عبد البرّي يا حسن شيخ محمود. وحن كلوا ذا يجاي وحقوا هاي.
حوغان كو شيغايا حسن ان ارمها ديبدا او كسو خيرخيرو احمد بدوبي مامولكيسي هلك حمسي عبد البرنا ماركاي سيد وخي امني دراه اي دغال اه اي قرحين اه اي بابئين اه اسكو هركينيس اه غودها او كدغالمو waxay marka dhiseen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeeno ayay dhiseen oo markaysay Jubaland markaysay ku matali doona dawladda federaalka Soomaaliyeed intaas lagu daba safto qodobkaas isaga si fiican waa loo fahmay baan u maleynaya waxaan rabaa inaan sheego Abdi Aziz lafta gareen lugba laga hayaa wuxuuna u dusay dhanka Turkiga kadib markii Kenya oo kula kulmay sirdoonka waddanka Ethiopia isla markaasna ay u sheegeen doorasho dadban inuu qabsado aanay jirin waqti dambe oo la siiyay Hassan Sheikh Mahmud iyo kooxdiisi tareenkiisana si toos ah uu u dhiiqooday markaan ayna doonayaan Ethiopianku dawladdi ay calankeedu geeyeen Villa Somalia inaanay ka hareynin Soomaaliyana aan ka bixi doonin ciidamadoodu kuna qasbi doonaan Hassan Sheikh Mahmud inuu teendada isgeeyo 2026-ka sheekada uu wada aanay shaqeynaynin hadaba lafta gareen markii waxaan idin la wadaagnay Ethiopianka sidaas ay ku yiraahdeen u ogolaaday in doorasho dadban uu qabsado iyadoo beesha caalamkana horaan ay markaysay ugu sheegeen inuu doorasho dadban uu qabsado hadii dhaqaale uu doonayo waxa markiiba la xidiray Hassan iyo kooxdiisa waxay ku dhahayn saaxib ama xamar soo gal ama baydhabo soo gal haddaba waxaan u fahamnay marka soo gal ama baydhabo is cadeeyo inaad naga hortimaaday macnihi cadeeyso waa kula dagaalamayna adna la dagaalan ama xamar imow oo anaga ayaa markayse macnihi ku ilaashanayna iyagoo u arkay in banaanka markuu joogo Hassan Sheikh Maxamed lafta gareen doorashada Axmed Madobe inuu ku seeto dheereysanayo uu sugaayo Axmed markuu qabsadana oo doonaya hal mar inuu baydhabo ka soo dago isagana uu qabsado iyagoo taasi ka cararaaya marka lafta gareen siyaasadiisa marka maxay ku saleysan tahay hadda oo dhabta ah lafta gareen siyaasadiisa waxay ku saleysan tahay inta aan ka ogaa hadda aan ku sheegi karo now Turkiyu jooga lugna waa laga haya ilaahi caafiyo markayse macnaheedu caafimaadka Allaah diiba balse laakiin waxa ka go'an boqolkiiba boqol ma ku dhigi karo laakin boqolkiiba 95 waxaan ku xaqiijinayaa doorashada Kismaayo markay ka dhacdo in uu isaguna doorasho ku qabsan doono magaalada Baydhabo automatic uuna diyaarsaday markayse ragiisi xildhibaanadiisi wixii soo dhan iyo gudiga inay iskor saaran yihiin Turkiyu ka soo noqon doona magaalada Baydhabo toos u iman doona marka doorashada Kismaayo ay ka dhacdo isagana doorasho qabsan doona oo Hassan Sheikh Mahmud iyo tiimkiisi aan ku shaqo lahayn iyada oo Gudlawe oo u dhashay harti abgaal nafsadiisi Kenya ay ku wada sugnayeen isaga nafsadiisi uu doonayo inuu doorasho qabsado marka uu soo noqdo hadii lafta gareen doorasho uu qabsadana qorqor inuu qabsanaayo adigu waad ogta hadaysan nafii u diidin taasana kalifaysa in aan ku dhaho baydhabo iyo hiiraan xudur maxay u kulminaysaa what's going on there way Kismaayo iyo Muqdisho maxay baraawo u kulminaysaa what's going on there wasabta aan ku leeyahay qareeradan cusub ee Villa Somalia xalayto la qoratay waa mid hadda aan kula wadaagay oo aan ku sheegay marka xisaabaadka casharada goosan goosanka aad bay u dhibaday yihiin sheekadana meel culus bay maraysa hadii aan u noqono magaalada Luuqna gobolka Gedo gurihi macallin weyne ayaa sida muqaalada ay cadeynayaan la gubay waxaana gubay beesha mareexan iyadoo oo horaanna mareexan ku nabad ay ugu baaqeen ay dhahayn nabad baan u doonayna guriyaha noocyadooda kala duwan oo laakiin raidka uu leeyahay ee macallin weyne oo villooyinka ah ku yaala gudaha magaalada barde ee luuq ayaa la arkayay iyagoo ololay macallinka lugayo propaganda iyo beemba wada ku raaxis
way dagaal ma socdo sida jawiga laga dareemayo guriyaha waa loo tagay dabaal la qabtsiyay macallin weyna uu leeyahay shariicada islaamka sidaas ma qabtaa mise ma qabto idinka la idinka raba soomaalidu dhaqankeedu ma sidaasa mise sidaan ma ahan idinka la idinka raba ama anagu waxaan soo gudbinaynaa wixii markaas